سيد فتحي عبد الباقي، ما وصلت إليه شركة الخطوط التونسية، ربما أنتم كمتابعين مقيمين في الخارج يعطي صورة ربما على تعرف كمسافرين يعني عبر هذه الخطوط. نعم نعم. أول حاجة الخبر هو ليس مفاجئ، وهو نتيجة طبيعية لمسار طويل الجميع نبه منه، ولكن هو نتيجة حتمية لسياسات تم اتباعها سواء كان من الشركة أو من المنظمة الكبرى في البلاد اللي هي اتحاد الشغل والأطر النقابية في الشركة. يعني الشركة الجميع يعلم أنها تحتاج إلى إعادة هيكلة، والجميع يقول كي تحافظ الشركة على أنها تبقى مؤسسة عمومية وتستطيع أن تنافس الشركات الأخرى لابد من إعادة هيكلتها. نعم. ولكن هذا ما تمش. المهم النتيجة يعني مؤسف جدا أن نسمع أنه الموظفين متاع تونسير ما عندهم شهريات في هذه الأزمة التي يعني يتعرض لها الشعب التونسي بأكمله، وخاصة مع غلاء الأسعار ورفع الدعم على كل المواد الأولية. نعم.